إنه طاووس أمير مربيع، رجل الأعمال والمليونير الذي ارتبط اسمه لثلاثة عقود خلت بالجريمة الدولية وبصفقات السلاح الكبرى والهجمات الإرهابية. يعتبر منذر القصار الرجل الشرير في أفلام جيمس بوند، متورط بتبييض أموال وإرهاب. الأسلحة التي تاجر بها تسببت في قتل الكثيرين. فلنشاهد فريقا من العملاء المتخفيين وهم يتسللون إلى عالم من مئات ملايين الدولارات المنسوبة إلى الاتجار غير المشروع بالأسلحة، لنرى ما التقطته الكاميرا الخفية من مشاهد لم تبث من قبل. أوقف الشريط، ها هي الباخرة التي ستستخدم في نقل الأسلحة. خلال خدمة 18 عاما في إدارة مكافحة المخدرات لم أرى يوما دليلا دامغا كهذا. فلنختلس النظر إلى عملية سرية لإدارة مكافحة المخدرات فيما يتم إلقاء القبض على أهم تاجر أسلحة وإسقاط إمبراطوريته. في 27 من مارس عام 2007، ممثلان عن منظمة القوات المسلحة الثورية الكولومبية ويشار إليها بالفارك، وهي منظمة إرهابية معروفة باستهداف أشخاص استحصلوا على الأسلحة من أمثال قصار من جهة، ورأينا من جهة أخرى أفرادا فقدوا يدهم أو رجلهم. نقول في أنفسنا علينا القبض على هذا الرجل. العميل الخاص جيمس ويلس كان أول عضو في الفريق يلاحق القصار. أول مرة سمعت فيها باسمه كانت عام 84، عندها كنت عميلا في نيويورك، وكانت نيويورك أنذاك بوابة واسعة للاتجار بالهيروين. كان مصدر الهيروين منطقة الشرق الأوسط، فخلال التحقيقات التي كنا نقوم بها أوقفنا الكثير من تجار المخدرات من هذه المنطقة، ولما كانوا يتعاونون معنا كانوا يذكرون اسم منذر القصار دائما. عام 88 فتحت إدارة مكافحة المخدرات تحقيقا كاملا حول القصار، وتبين أنه متورط في أمور كثيرة أخطر من عالم المخدرات حتى. عملية خطف أخرى تشهدها الليلة منطقة الشرق الأوسط، فقد أقدمت مجموعة فلسطينية على خطف سفينة سياحية قبالة الشواطئ المصرية. في أكتوبر عام 85 استولت مجموعة فلسطينية على سفينة سياحية إيطالية، قبضوا على جميع المسافرين، فصلوا الأمريكيين والإسرائيليين، وقاموا بتقييد رجل أمريكي مسن ومقعد بكرسيه واسمه ليون كليغهوفر، ثم أطلقوا النار عليه ورموه في البحر. كان قصار الرأس المدبر لهذه العملية. عام 94 استدعي القصار إلى المحكمة في إسبانيا بتهمة تمويله عملية خطف السفينة الإيطالية أكلي لاورو. لقد تم فتح هؤلاء الأشخاص أمام العالم كله، فهم قتلة وبدم بارد. ما يجب القيام به الآن هو أن تأخذ العدالة مجراها. لقد شهدت في هذه المحاكمة ولم يحضرها عدد كبير من الشهود. وبحسب معلومات صحيفة البايس، فإن أطفال أحد الشهود تم خطفهم وهم في طريقهم من المدرسة إلى البيت في مدريد، ثم تم إطلاقهم بعد بضعة أيام وبطريقة غامضة. لم يتم إثبات تورط قصار في هذه العملية، حتى أن بعض الشهود إما قضوا وإما اختفوا وإما غيروا شهادتهم في منتصف المحاكمة.
في نهاية المحاكمة خسر الادعاء القضية وتمت تبرئة القصار. أعلن القصار على الملأ أن المحاكمة كانت مهزلة وأن في ذلك إجهاضا للعدالة. بعد مرور 3 سنوات على التبرئة تم إطلاق النار على شاهد من جهة الادعاء وأصيب في رأسه. سويلس يعرف أن القصار هو المسؤول عن ذلك. ما كان يخشاه هو أنه مع وجود القصار حرا طليقا سيموت الكثيرون. لا يهم كيف ننظر إلى ما يحصل، إن الأسلحة التي قام ببيعها تسببت في مقتل الكثيرين. ثمة ما يزعج إدارة مكافحة المخدرات والأمريكيين، من الواضح أنهم متعطشون لحدوث شيء ما. رأى القصار في المحاكمة عملية انتقام مدعومة من الأمريكيين، وألقى باللوم كله على إدارة مكافحة المخدرات التي كانت بالنسبة إليه متجسدة بسويلس. أخبرني التحريون الإسبان وبعض شركاء القصار أنه كان يعرف من أكون وأنه يحتفظ بملف كامل عني. بعد مرور عدة أعوام ولما رزق سويلس بطفله الأول وصلته رسالة مرعبة من القصار: مبروك. توترت لمعرفة أن مجرما بحجم القصار يحتفظ بملف خاص بي أنا. بالمختصر المفيد إنما أراد قوله هو: أنت تراقبني وأنا أراقبك أيضا. على الرغم من أنه كان مراقبا، إلا أن ذلك لم يردع سويلس من المضي قدما، وحملته وظيفته من نيويورك إلى أثينا. إلا أن فكرة مقتل كلين هوفر التي مرت دون عقاب بقيت تطارده. كان هناك جزء مني يقول: لا يمكننا أن ننسى ما حصل. تبرئة القصار جعلت تجارته للأسلحة تنمو وتزدهر. كانت الصفقات شرعية أحيانا وأحيانا أخرى لم تكن كذلك. ففي الوقت الذي تصاعدت فيه حدة النزاعات في نيكاراغوا وفي قبرص وفي البوسنة، استفاد القصار وباع الأسلحة لكل الجهات المتنازعة. وذات يوم بعد مرور 9 سنوات على محاكمة عملية خطف السفينة أكلي لورو، تلقى سويلس مكالمة هاتفية. عام 2003 طلبوا مني العودة إلى المركز الرئيسي لأن المدعين العامين من وزارة العدل أرادوا التحدث إلي. أعلم المدعون العامون سويلس أن أبا عباس وهو شريك القصار في عملية خطف أكلي لورو قد ألقي القبض عليه. ولكي يجمعوا كل المعلومات لبناء القضية ضده سيعيدون فتح التحقيق مع القصار. وبعد أن عبروا عن شكرهم لكل العمل السابق على هذه القضية، أطلق العملاء اسم عملية التركة على التحقيق الجديد. اطلعتم على ملفات القضية القديمة وكونتم فكرة عن من يكون منظر القصار. سيقدم سويلس ملخصا لفريق من المحققين الذين سيعيدون فتح التحقيق مع منظر القصار. لقد تم جمع أعضاء هذا الفريق من شعبة العمليات الخاصة. كان نيك ناتجي رجل الخدمات اللوجستية في الفريق. كان يعرف كيف يزودنا بالموارد المطلوبة التي لم يكن الآخرون يعرفون بها. كان لو مليون ملما بعناصر تفعيل العمل الميداني. كان يسعى للحصول على الشركاء الدوليين ولتحريك كل شيء. كان لدى الشابين المبدعين جون آرتشر وويم براون مهاراتهما المبهرة في استعمال الحاسوب، وكانا يتمتعان بخلفية من المهارات المالية. كان براين داد المشرف على المجموعة وهو محقق متمرس. كان قد قام بعدد من العمليات خارج البلاد وعرف تماما كيف يواجه القصار هو ومنظمته بطرق متعددة. يملك القصار منزلا في مربيا في إسبانيا. يمكنك أن تطلع على صور الفيلا هنا. إنها أشبه بمجمع ضخم. لديه في مرأبه 20 سيارة، مسبح على شكل ورقة، خدم، حراس وتحف فنية لا تقدر بثمن في أرجاء الفيلا. العرب يسمونه الطاووس لأنه ينفش ريشه دائما. فيما نقوم بتحريك التحقيق من جديد يمكننا أن نستعمل هذه النقطة لصالحنا. إنه القصار أمير مربيا والمس به محظور. الخطوة الأولى من التحقيق كانت لنكتشف أي نوع من القضايا علينا أن نلجأ إليها للإيقاع به، أهي تبييض الأموال أم الإرهاب أم الاتجار بالأسلحة. كنا نتصور آنذاك أنه معزول تماماً، ولم نكن متأكدين من درجة تورطه المباشرة والفعلية في الجرائم التي كان يرتكبها. كان القصار مراقبا من قبل وكالات استخبارات عديدة ومراكز شرطة لا تحصى في العالم، ولم يستطع أحد أن يجره إلى القضاء. ولم يغب عن بالنا أن علينا أن نقوم بعملية مختلفة تماما عما كان يحصل لنقبض عليه. في سبيل إلقاء القبض على القصار سنقوم بعملية نغشه فيها.
الخطوة الأولى، على الفريق أن يجد عميلاً متخفياً يمكنه أن يتسلل إلى إمبراطورية القصار، عميلاً يتمتع بخلفية محددة وبدوافع قابلة للتصديق. وسويلس يعرف الرجل المناسب واسمه سمير. كان سمير مخبراً سرياً، قام سويلس بإعطائه هذه الفرصة في الثمانينيات. كان في لبنان ويعرف كل شيء عن الأسلحة وعن كيفية سير هذه الأعمال الإجرامية. طريق سمير للدخول في عمليات القصار تمر بطارق الغازي. كان طارق وهو متقدم في السن شريك القصار الموثوق به وحليفه في الجرائم كلها لسنوات عديدة. كان باستطاعة سمير الوصول إلى طارق ومن خلاله الوصول إلى القصار. أعلم فريق المحققين سمير بضرورة الوصول إلى طارق. لقد علمنا من مصدر مستقل أنه يعيش في جنوب لبنان. دبر سمير موعدا مع طارق وبدأ بعملية مصادقته ببطء شديد. ينبغي أن نطور علاقة شخصية كخطوة أولى، وهذا ما قمنا به. في التعاطي مع الأفراد العرب علينا التحلي بصبر أيوب، وقد كان ذلك المثل الصائب. مرت أشهر وسمير ينمي صداقته بطارق قبل أن يفاتحه بموضوع التجارة بالأسلحة. بعد أشهر من اللقاءات والاجتماعات تحدث سمير بشكل عفوي عن عملية سلاح كبيرة. إن المهتمين بشراء الأسلحة يريدون من القصار تزويدهم بها. قال له طارق: نحن لا نحتاج إليه. فأجابه سمير: علينا القيام بهذه العملية مع القصار، لأن المهتمين بشراء الأسلحة يعرفون عنه ويدركون أن بإمكانه تزويدهم بالأسلحة التي يحتاجون إليها. فوافق طارق. تم تحديد الزمان والمكان لموعد مع القصار. سيعقد اللقاء في بيروت. ها إن سمير يخاطر بكل شيء ويأخذ معه آلة تسجيل مخفية. كان الوضع خطيراً، لا سيما في التعامل مع القصار الذي يتوخى الحذر عندما يلتقي غرباء. أن أحس بشيء غريب فهذا سيقضي على التحقيق برمته. مرحبا، عذرا على التأخير. يبدو أن مناشدة سمير لغرور القصار قد نجحت. كان يمكن للقصار أن يقول لسمير: عذرا، ولكنني أتاجر بالأسلحة الشرعية فقط، وأن ينهض ويرحل. لقد فتحنا نافذة على عالم كان مجهولا بالنسبة إلينا. إدارة مكافحة المخدرات بحاجة إلى قصة قابلة للتصديق لصفقة أسلحة على مستوى عال بما فيه الكفاية للإيقاع بالقصار الحذر دائما. قمنا بوضع سيناريو لقصة نستعمل فيها الفارك غطاء. الفارك وهو اسم تعرف به المنظمة الإرهابية الكولومبية. معلومات بسيطة عن الفارك: إنه مجموعة ميليشياوية يسارية مناهضة للأمريكيين ومتورطة بشكل كبير في تجارة المخدرات. لدى أفرادها المال وسيحتاجون إلى الأسلحة التي يمكن للقصار أن يمدهم بها. يكمن التحدي في إيجاد أشخاص يدعون أنهم من الفارك وبأنهم مهتمون بشراء الأسلحة ويكونون ذوي قابلية عالية للتصديق. أحد أسباب التحاقي بالفريق هو العلاقة التي كانت تربطني بمخبرين هما سينساي وكارلوس. مستكشفون 125 عام كامل، مرة كل أسبوع 125 ساعة من أكثر الاستكشافات إثارة. مستكشفون 125 كل سبت على ناشونال جيوغرافيك أبوظبي. سنتينيال الجديدة هيونداي. تعرف العميل براون إلى المخبرين خلال التحقيق في عملية فساد أفراد في الشرطة الغواتيمالية. أنا أعرف كارلوس منذ 8 أعوام. لقد عمل مع العسكريين وكان متورطاً في الإتجار بالمخدرات في غواتيمالا، وعرف تمام المعرفة أن قوات حفظ القانون كانت بحاجة إلى إتمام هذه المهمة.
كان سانساي أيضا رجلا ذكيا جدا، يتصرف بسرعة كبيرة، وكان لديه جانب آخر جامح. سيحتاجان إلى جوازات سفر مزيفة، إلى حسابات مصرفية مزيفة، وإلى الكثير من الأموال النقدية. عندما نقوم بعملية سرية كهذه، يقولون إن الشيطان يكمن في التفاصيل. إن أصغر تفصيل نتغاضى عنه أو نقوم بتقديرات خطأ حوله قد يعرض العملية كلها للفشل. إنه يرى شهادة المستخدم النهائي ويعرف عندها أن العملية حقيقية. أحد أهم التفاصيل في عمليات بيع الأسلحة هو شهادة المستخدم النهائي. هذه الشهادة تكفل أن الشاري هو الحاصل الأخير على الأسلحة، وأنه لا ينوي أن يحيلها إلى أي فريق آخر. وذلك يجب أن يتم من دولة تتمتع بالسيادة وتشتري الأسلحة كي تستعملها هي. طلبنا من الحكومة في نيكاراغوا أن تمنحنا هذه الشهادة كوسيلة دعم في عمليتنا السرية. لما أصبحت كل وسائل الدعم متوافرة، اتجه أفراد الفريق إلى التركيز على أدلة سيحتاجون إليها للإيقاع بالقصة. المفتاح الأساسي لهذه التحقيقات هو الحصول على دليل غير قابل للشك، كتسجيلات صوتية أو حتى بمساعدة الكاميرا. سيكون من واجب كارلوس وسانساي أن يقوما بخطوة خطيرة، وهي تجاوز حراس أمن القصار وإدخال بطريقة سرية عدة تسجيل إلى عرين الطاووس. في مارس من العام 2007 التقى الفريق بكارلوس في برشلونة، وأرسلناه للقاء القصار لأول مرة في ماربيا. يتطلب الأمر الجرأة والشجاعة للقيام بذلك، كان يجب أن نكون صريحين معهما. فهذا الرجل كان لديه شهود على قضايا سابقة قام بها، وكلهم قضوا في ظروف غامضة. كان يجب أن نعطيهما فرصة للخروج من الموضوع إن لم يكونا يريدان التورط. السابع والعشرون من مارس عام 2007، كارلوس وسانساي ذهبا في قطار. هناك سيارة ستقلهما إلى فيلا القصار في ماربيا. اتصل سمير بالقصار ليؤكد وصول المهتمين بشراء الأسلحة من الفارك لمناقشة الصفقة. يقوم سمير بتسجيل المكالمة. أهلا، ليس من الضروري أن أقابلهما أنا، فليقابلهما طارق. أراد القصار أن يعرف لماذا لم يقوما بتحويل دفعة قبل الاجتماع. حفظك الله، لكن ما تقوله هراء. لما كان عليهما الحضور إلى هنا شخصيا لأعطيهما رقم حسابي؟ أنا لا أصدق ما تقول. تجنب سمير هذه الرصاصة الموجهة إليه، حافظ على رباطة جأشه، وأكد للقصار أنهما يريدان إتمام الصفقة. حسنا صديقي، تأكد فقط من أن يصلا بسرعة إلى الاجتماع. ما زال الاجتماع قائما. وصل المخبران السريان إلى ملاقا، ورحب بهما ذراع اليمنى للقصار. وقفت السيارة عند المدخل الرئيسي لفيلا القصار. يجب أن يدخلا من دون أن يخضعا للتفتيش. كنا نعي أن القصار لديه حراس، وكنا قلقين من أنه إن تم تفتيشهما قبل أن يدخلا لرؤيته فسيموتان من جراء سكتة قلبية. كان التوتر مسيطرا، فالكل كان يرى أن هذه العملية ستكون ضربتنا الموفقة. إن لم يخرجا بالتسجيلات والأشرطة فسنعتبر أن الأمر قد انتهى. ها هم كارلوس وسانساي وسمير يدخلون إلى الفيلا. يمكنك أن ترى الفخامة التي يعيش فيها كما تصورناها. أوقف الشريط. هذا هو منذر، هذا هو القصار. لم يكن القصار ليتخيل أن أحدا سيدخل عارينا مع جهاز تسجيل خلال اجتماع في الفيلا، وأن حصول ذلك لأمر مدهش.
أردنا أن يتناقشوا بموضوع الفارك وبأن كل أموالهم مصدرها تجارة المخدرات وبأنهم يرغبون في الاستحصال على الأسلحة لقتل الأمريكيين وبأن يدعى القصار يتكلم قدر الإمكان. بالنسبة لمتفجرات السي 4، فأنت لا تريد أن تشتريها وتخاطر بعملية إرسالها إلى بلدك، يمكنك أن تصنعها هناك. حسنا، لدينا فريق عمل من المختصين الذين يعرفون كيف يقومون بذلك من دون مواد أولية ومن دون أي شيء يشحن من هنا. سيزودونك بكميات أكبر بكلفة أقل. سأعطيك 100,000 يورو كمقدم. 100,000 يورو؟ أجل 100,000 يورو. ما هذا؟ 100,000 يورو لصفقة كهذه؟ قلت لك لا تتصل بي قبل أن تصبح جاهزا تماما. لقد انزعج لأنهما لم يجلبا مزيدا من الأموال معهما. لم يعد مرتاحا بسبب ما حصل. أعرف أن 100,000 يورو كدفعة أولى في صفقة 7 ملايين دولار ليست بالمبلغ الكبير، ولكننا سنجلب لك الباقي. إن أعطيتني رقم الحساب فسأحول لك المال. يبدو أن القصار تساوره الشكوك حول ضيوفه. لقد استغرق الأمر 4 سنوات ليدخلوا إلى عالمه. أيمكن لأي شيء أن ينتهي في هذه اللحظة؟ خفف القصار من حدة استنفاره وشكوكه وأعطاه رقم حسابه ليتم التحويل إلى حساب مصرفي آمن. الصفقة لن تتطور قبل أن يتم إرسال الدفعة إلى الحساب. أترى هذا الرقم؟ لا تدع أحدا يعرف به أو يسمع عنه. حسنا، مفهوم؟ مفهوم. فيليبي جودوي، الذراع اليمنى للقصار، يقود كارلوس إلى متجر للإنترنت كي يقوم بعملية تحويل 100,000 يورو. ما نراه هنا هو وصول فيليبي وكارلوس إلى متجر الإنترنت، وها هو كارلوس يحمل الورقة وعليها رقم الحساب الذي أعطاه إياها منذر لتحويل المال. أوقف الشريط. نرى في هذا المشهد كارلوس جالسا إلى الحاسوب، ونرى انعكاسا لصورة فيليبي يراقب ما يقوم به كارلوس. ما إن يعرف القصار بأن التحويل قد تم إلى حسابه حتى يستأنف التفاوض حول الصفقة. القصار فرح عند هذه النقطة، فهو المعلم الكبير بالنسبة إلى الآخرين. هكذا ستجري الأمور، هكذا نقوم بالصفقات الحقيقية. حسنا، سأكرر ما قلته كي تفهم ما سيحصل. سيأتي القبطان بعد أسبوع أو أسبوعين. سيعتقد الجميع أن المال يأتي من صفقة لبيع السكر. فبالنسبة إلى العامة، عملية بيع السكر عملية شرعية. ما هذه الأسلحة؟ إنها صواريخ سام، صواريخ 7M معدلة. حسنا، يمكن أن تستخدم لإسقاط الهليكوبتر، لإسقاط أي شيء. ها هي لائحة خصائص صواريخ أرض جو. إنه يتحدث عن مدى الصواريخ، يشرح لهم عن كل المعلومات المفيدة في الصفقة. كان كارلوس يضع كل ورقة يتسلمها أمام الكاميرا كي لا يكون هناك أي شك حول ما يتسلمونه من القصار. أوقف الشريط. هذه هي السفينة التي ستستخدم في نقل الأسلحة. كان الأمر مذهلا، لا سيما أننا نعرف أنه كتوم جدا، لكنه كان جالسا يشرح كل شيء للشباب. صحيح، ذلك لإرضاء غروره. هو مشغول بلعب دور المعلم ولا يدرك بتاتا أننا نتلاعب به للقبض عليه. وها هو يفضح كل التفاصيل حول عمليات الاتجار بالأسلحة غير المشروعة. ثمة معلومات حول حسابات سرية مصرفية وسير العمليات والثغر في نقط التفتيش عند الحدود. كل وثيقة كان يسلمها كانت بمثابة مسمار يدق في نعشه. أبرم العملاء السريون الصفقة مع القصار لشراء 8,000 بندقية 120 مطلقة قنابل ومليوني طلقة ذخيرة. خ
خرج الرجال الثلاثة من فيلا القصار مع أكثر الأدلة تجريما التي رصدت خلال 3 عقود من الأعمال الجرمية. ما إن حلقت الطائرة حتى أخرجت سماعة الأذن ووضعتها بحاسوب المحمول وبدأت أشاهد الفيديو، لم أكن أصدق ما كنت أرى. كل شيء كان مفضوحا. لا تدع أحدا يعرف بهذا الرقم أو يسمع به. حسنا. لكن الفريق يعرف أن القضية لم تنتهي بعد. القصار ناشط في مجال التجارة بالأسلحة المشروعة وغير المشروعة، وسبق له أن تعاون مع حكومات في السابق، ما يصعب مهمة القبض عليه. إنهم يريدون قضية محكمة. كنا بحاجة إلى شيء يصل الأمور بعضها ببعض أكثر، فوضعنا بريدا إلكترونيا ليتم إرساله من كارلوس إلى القصار. أنت لن تفتح سيرة صواريخ أرجو، أليس كذلك؟ لا. ما الذي تريد أن تتحدث عنه؟ شيء عن المنتج، كشهادة المستخدم النهائي مثلا وتحويلها. وجهة السفينة النهائية. هذا صحيح. كان بحوزتنا الكثير من الأدلة لتوجيه الاتهامات إليه، ولكن ما نريده هو أن نثبت أن الأموال التي يريد الحصول عليها هي حصيلة عملية إتجار بالمخدرات. نذكر كلمة كوكايين؟ لا أبداً. إذن ماذا سنستعمل؟ لا، فلنستعمل كلمة البضاعة. كلمة سكر تستعمل بدل المخدرات. نعم. مناقشة تفاصيل غير شرعية عبر البريد الإلكتروني تندرج تحت إطار عدم الكفاءة الجنائية. هل سنذكر صواريخ أرجو؟ لا، سنذكر السام. كم ساما يمكنك أن تؤمن لنا؟ الرئيس كارلوس مهتم جدا بذلك. حسنا، رائع، إن في ذلك دليلا دامغا. إن تصرف القصار من دون أن ينكر تورطه في الموضوع فإن ذلك يجرمه بشكل واضح. حسنا، كانت هذه النقطة الخامسة. سؤال، هل نقحم اسم منذر هنا؟ طبعا، ما رأيك؟ فلنقحم اسمه ولنرى ما سيكون رد فعله على الموضوع. أعتقد أن دورنا في هذه القضية كان يقوم على تحريك الخيوط. لطالما كان القصار يتحكم في كل التفاصيل المتعلقة بحياته، ولأول مرة كنا نحن من يقلب الأدوار ويتحكم فيه. لمعرفة أمور مذهلة من أحداث حصلت منذ زمن بعيد، إلى علوم الفضاء والكواكب، عن كل ما رأيت وسمعت، عن العالم الذي اختبرته وكل ما أثر بك، لتأكيد العلم البسيط الذي تعرفه فيعطيك دراية أكبر لتروي فضول عقلك. عين مجرد على ناشونال جيوغرافيك أبوظبي. في بيته في ماربيا وصل البريد الإلكتروني إلى القصار من كارلوس. ها نحن نتحكم فيه، وها هو رد فعله السريع. أهلا يا صديقي، كيف الحال؟ أولا لا تذكر اسمي أبدا وفي أي وقت وفي أي مكان. حسنا حسنا، لا تذكر اسمي على الهاتف أو على أي أوراق ترسلها. حسنا مفهوم، لا تستأ. من الواضح أن القصار غضب جدا بسبب البريد الإلكتروني، لكن ذلك لن يمنعه من الإسراع في إتمام الصفقة غير الشرعية. هل سمعت ما قلته لك؟ نعم نعم، أنا أسمع تماما. شيء أخير بعد، بالنسبة إلى النقطة الخامسة فلا مشكلة فيها. جيد. النقطة الخامسة هي التي تضمنت قبول القصار تزويد الفارك بصواريخ أرجو. بقبوله تزويد أسلحة خطيرة كصواريخ أرجو لمنظمة إرهابية، سيواجه القصار حكما بالسجن لمدة إلزامية لا تقل عن 25 سنة. ها إن العملاء يعتقدون أنهم يملكون كل الأدلة الدامغة لتوجيه التهم إلى القصار. ويبقى السؤال الأهم، هل يمكنهم إلقاء القبض عليه؟
إخراجه من إسبانيا حيث يملك القوة والنفوذ سيكون صعبا جدا. ينبغي على الفريق أن يغريه ليغادر إلى بلد آخر. سبق للقصار أن ذهب إلى رومانيا وهو بلد يشعر فيه بالراحة. إن قمنا بتوقيفه هنا فعلينا تسليمه للبلد الذي نحن فيه. بذلك يكون القصار خارج أرضه. أجل، وسيسبب المشاكل لإسبانيا. صحيح. قرر الفريق أن يقوم بعملية التوقيف في رومانيا على أن يتم تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية. يبقى السؤال الكبير مطروحا، هل سيأتي القصار إلى رومانيا؟ ماذا قال لك كارلوس؟ هل أقنعه بالسفر إلى رومانيا؟ أعتقد أنه مقتنع بأن منذر سيسافر إلى رومانيا. ماذا عن طارق وفيليبي؟ هل سنتمكن من اعتقالهما؟ ينوي العملاء توقيف كل من طارق الغازي وفيليبي كودوي بتهمة شركاء في المؤامرة. أرش وكارلوس وأنا أيضا سنكون في رومانيا. سنستقبل الرجال الثلاثة ونعتقلهم. نحن جاهزون. فلنقم بذلك الآن، وإلا فسنواجه خطر خسارة فرصتنا في توقيف الرجل. نعم، فلنقم بذلك. قام العملاء بالتدبيرات المرافقة للدفعة الأخيرة وهي حوالي 5 ملايين دولار نقدا. كي يستفز غرور القصار قال له كارلوس إن رئيسه سيكون حاضرا وإنه يرغب في لقاء المعلم الكبير منذر القصار. يبدو أن الخطة ناجحة وكل العيون متجهة إلى بوخارست. في غرفة أحد الفنادق يستعد بعض العملاء لعملية التوقيف. الثواني تصبح طويلة كالساعات في انتظار وصول القصار. كنا نشعر بدقات الساعة فعليا. كان يجب أن نقوم بتوقيفه قبل أن يهرب منا، فتذهب السنوات الأربع التي عملنا خلالها على الإيقاع به سدى. ها إن كارلوس يتلقى مكالمة هاتفية. أتعلم الطريق إلى بوخارست طويلة، أعتقد أن جودوي يمكنه تولي ذلك. هل هذا يعني أنك لن تأتي؟ ها إن القصار يتراجع. هل شعر بوجود كمين؟ هل سيهرب من جديد من وجه العدالة؟ على الفريق أن يضع خطة جديدة سريعا. مرحبا يا صديقي. مرحبا، كيف حالك؟ الحمد لله. ماذا تريد الآن؟ لقد أوشكنا على إنهاء هذه الصفقة، لكننا نواجه مشكلة صغيرة. الزعيم يأبى أن يعطي بقية المبلغ لأحد لأنه يريد أن يتأكد من أنه يتعامل فعلا مع القصار الحقيقي. طلبنا من كارلوس أن يقول: اسمع، سنرحل من هنا، سنعود إلى كولومبيا أنا والزعيم، سننسحب من الصفقة إلا إذا التقيناك في مطار مدريد، فعندئذ نحتسي القهوة ونتمم الصفقة. متأكد من ذلك؟ أنا لا أريد أن أهدر وقتي. نعم طبعا أنا متأكد. يراهن العملاء على أن القصار قد استثمر من نفسه كثيرا في هذه الصفقة ليتراجع عنها الآن. استثمر بعضا من ماله الخاص في الصفقة وهذا ما يجعله متورطا في هذه العملية. ولكن هل ستكون حاضرا مع الأوراق وكل شيء؟ طبعا لقد جهزت كل شيء على أتم وجه وبانتظام. كان يعرف أنه يخاطر، لكن العملية كانت تقدر بملايين الدولارات وذلك كان كافيا لإثارة اهتمامه. هذا متوقف على المبلغ، هل سيجهز كل المبلغ المتبقي؟ نعم، كل المبلغ المتبقي. ألو؟ كنا مرهقين، وصلنا إلى الرمق الأخير. كنا ندرك أن المهمة قد طالت كثيرا ولن نتمكن من المماطلة أكثر، فقد حان وقت القبض عليه. إن لم تنجح هذه الخطة فنحن أمام طريق مسدود. أرأيت؟ لقد نجحت الخطة. بقي دود في رومانيا لتوقيف طارق وجودوي. أرشر وكارلوس سافرا إلى مدريد. علم العميل براون وهم في الفندق بأن طائرة القصار متوجهة إلى مدريد. فلنقم بذلك. ما إن عرفنا أن القصار قد حلق في طائرته حتى أثلج ذلك صدورنا، لأننا عرفنا أننا سنقبض على شخص كان ممنوعا علينا المس به لعقود. تمركز كل الفريق في مطار مدريد.
بعد 30 عاما من الملاحقات، اقتربت لحظة توقيف منذر القصار. سبق لنا أنا ولو أن اجتمعنا بالشرطة المحلية الإسبانية وفسرنا لهم من هو الشخص الذي سنلقي القبض عليه. لا سلطة قضائية لعملاء إدارة مكافحة المخدرات في إسبانيا، عليهم أن يسلموا أمرهم إلى الشرطة المحلية. لم نكن نعلم إن كان أحد سينذره بأننا سنعتقله. هل كانت لديه علاقات بأشخاص في الشرطة المحلية يمكن أن يحذروه من أننا نريد اعتقاله فيعود أدراجه؟ يجب مقاربة الموضوع بحذر شديد. ما إن حطت طائرة القصار في مدريد حتى قام العميل دود بتوقيف طارق الغازي وفيليبي جودوي الشريكين في المؤامرة. في هذا الوقت أصدر الانتربول مذكرة توقيف بحق القصار، محذرين جميع قوات الشرطة والاستخبارات المعنية بحماية القانون من أنه مطلوب للعدالة. آرشر وكارلوس وصلا بعد دقائق معدودة من وصول القصار. ويم، لقد حطت الطائرة. نعم، قرب البوابة السادسة، نلتقي هناك. حسناً، فلنبقى يقظين ولنتأكد من أننا سنرصده قبل أن يرانا. اصطحب آرشر كارلوس إلى جهاز عمليات المطار ليبقى هناك طوال مدة عملية إلقاء القبض على القصار. حسناً، أبق هاتفك قربك. ها هو منذر القصار. رأى آرشر القصار يمشي مع شريكين له. لقد رأيناه، إنه يدخل من البوابة السادسة ويتجه نحو المكان المخصص لتسلم الحقائب. نحن متوجهون إلى هناك الآن. لأول مرة رأى العملاء القصار بلحمه ودمه. إنه لشعور مهم جدا أن نرى الشخص الذي أنفقنا سنوات في ملاحقته يقف أمامنا، فهذه المرة كان هو الحمل الداخل إلى عرين الأسد. كان العملاء يتابعون تحرك القصار في المطار المزدحم وهم حريصون على إبقائه في متناول أيديهم. الشرطة الإسبانية المحلية كانت في انتظار القصار للوصول إلى نقطة تسلم الحقائب. وصل القصار إلى نقطة تسلم الحقائب. تمركز عملاء وكالة مكافحة المخدرات ليشهدوا على عملية التوقيف. أنت تراه؟ نعم، إنه هناك. كنا نراقبه وكان أفراد الشرطة الإسبانية منتشرين في مواقع مختلفة مستعدين لتوقيفه. اتصل براون بالعميل دود في بوخارست. براين، معك العميل وين؟ نعم، إنه هنا. نعم، منذر هنا. نحن عند نقطة تسلم الحقائب والشرطة الإسبانية على وشك توقيفه. إنه هناك. كنت أتحدث إليه على الهاتف ووقفت في الردهة عند نقطة الشرطة الرومانية الحدودية وراح يصف لي المشهد الكامل. أعيننا مصبرة عليه وها إن الشرطة الإسبانية ستعتقله الآن. وبلمح البصر غادر القصار فجأة. إلى أين ذهب؟ لست أدري، لقد اختفى. هل أخبره أحد بأنهم سيوقفونه؟ هل شعر بوجود كمين؟ هل من الممكن أن يفلت منهم؟ لا أصدق. كنا ننظر إلى أفراد الشرطة الإسبانية وكانوا يرفعون أيديهم، وكنا نفكر في قرارة أنفسنا في أننا فقدنا هذا الرجل. فكرنا في أنه لو خرج إلى الشارع فسيختفي في شوارع مدريد ولن نعرف أين هو. أين ذهب؟ وفجأة هائنا القصار يخرج من الحمام. ها هو، ها هو. حسنا، لقد عاد وكانوا جاهزين لتوقيفه. شرطي إسباني قام بالاقتراب من القصار.
سأله ماذا هناك الآن، فأخبره الشرطي عن مذكرة التوقيف الصادرة من الانتربول. سيدي، أنت مطلوب للاستجواب. انزعج القصار من ذلك، ولكن هل هو مدرك حجم القضية التي تورط بها؟ ها قد قمنا بذلك. نعم، يا له من شعور لا يوصف أن نرى الشرطة الإسبانية تمسك به وتضع يدها عليه. كان الشعور بأننا قمنا بإنجاز كبير هو أن العدالة أخيرا ستتحقق، وعلمنا أن طارق وفيليبي قد ألقت الشرطة الرومانية القبض عليهما، فكانت الفرحة عارمة. هذا رائع، لقد نجحنا في ذلك، لكننا كنا نفكر في أن الجزء الأصعب يكمن في قبول السلطات الإسبانية تسليمه إلى الولايات المتحدة. ها نحن مقبلون على مرحلة صعبة. لقد تم حبس القصار في زنزانة في مدريد، حيث سينتظر قرار تسليمه ليخضع للمحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هذا الرأس المدبر لكل هذه الجرائم تمكن من تجنب إدارة مكافحة المخدرات في السابق. فهل سيحصل الأمر نفسه هذه المرة أيضا؟ كيف لك أن تنتقي المفضل لديك؟ إن كان كل شيء غاية في الجمال، كيف لا؟ فهذا ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي. نختار لكم أجمل الأفلام الوثائقية ضمن محتويات ناتجيو التالي على ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي. عملي هو أفضل عمل في العالم، وأنا وأبي من أهم تجار الأسلحة التاريخية على وجه الأرض. $40,000. المشكلة الوحيدة هي أبي. ألكسندر يحب ابتياع الأسلحة. لقد نجحنا. ثم يريد بيعها. لا لا. كيف أدير هذا العمل؟ عندما تتعلق أعمالك بالسلاح، توقع نيران صديقة. أسلحة العائلة سلسلة جديدة. كل أحد على ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي. صباح الخير، أنا هنا اليوم برفقة كارين تاندي مديرة إدارة مكافحة المخدرات، وها نحن نعلن أننا اعتقلنا تاجر الأسلحة الدولي منذر القصار واثنين من شركائه بتهم الإرهاب والاتجار غير المشروع بالأسلحة. بدأت وزارة العدل بالإجراءات القانونية لتسلم القصار من السلطات الإسبانية ليخضع لمحاكمة في أمريكا. محامو القصار متأكدون من أن السلطات الإسبانية لن تسلمه تحت أي ظرف للأمريكيين. تأهب فريق إدارة مكافحة المخدرات. كان من الصعب التركيز على أي شيء آخر، لا سيما وأننا نعلم أن الحكم سيصدر في آخر الجلسة. بعد مراجعة كل ملفات الإثباتات والأدلة، حكمت المحكمة الإسبانية بتسليمه للسلطات الأمريكية. وضع القصار تحت وصايتي. عندما خرج من الهليكوبتر لمعت الشمس في عينيه، وكنا كلنا هناك في ستراتنا المكتوب عليها إدارة مكافحة المخدرات. رأيته ينظر بشراسة، خصوصا بعد أن عرف أننا سنتسلمه ورجفت شفتاه. كانت هذه أول مرة أشاهد فيها أحاسيس هذا الرجل. لم يكن بإمكاننا أن نستمتع باللحظة ونسترخي إلا بعد أن أقلعت الطائرة، وكنا قد حلقنا بعيدا في طريق العودة إلى الديار.